يضربنا كيقول لك كنا صحاب الشغب وتا نتوما جيتو ديروا الفوضى فيما لحقنا ما كيستقبلوناش فيما لحقنا كيزوطونا ولادنا مشاو غضايعين مشاو غنفرجنها ما صدقهمش ردن بقى شي حق راه ما بقى غدر ولادنا صداعه في خريتهم ضاع مستقبلهم ما مشاو غادو تما دايره ما بقى حق اش هاد هذوك مساكن من حج عليهم اللي غادا مكرسل انا كنشوفو طلبنا نعطيهم غا ما ياكلو ما كياكلوش تما كنا قاعد نضيعو الجوع كيعطيهم الخبز نص باقي طيب سم الوقت لوقت يعني المعامله ديال الام ديال تما كانت شويه صعيبه مع الدراري صعيبه مع الدراري بزاف وبغيناك تشري لنا واحد النقطه اللي هي الدراري تقريبا العمر ديالهم شحال تراوح من 17 عام حتى ل 21 عام الكبير فيهم عنده 21 عام اللاجد الكبير عنده 21 عام حنا توصلنا بشي اخبار باللي راه كاين في وسطهم دري واحد اللي ولد 88 يعني الدراري الاخرين كاملين اللي قابطين الدراري باقيين صغار ماشي خسارة يعني ذاك الواحد هو اللي كبير واحد اللي كيطلع الاسم ديالو رشيد شي حاجه بحال هكا هو اللي ولد 88 انا كنت ملي كان الوالد ديال طنجه راه كنت تما يحكموا عليهم وكل شيء لواحد ولد 88 حتى ما باقي غير 96 97 95 هادشي اللي كاين ما كاينش شي لاج اخر فيت من غير هادشي سمعنا باللي شي اخبار باللي راه كاين شي دراري ما عندهمش شي دلائل عليهم اللي كتثبت بانهم ساكنوا كاين حتى شي واحد عنده شي دليل على شادين هادشي كاين شي واحد اللي غادي مطلوبا هاد الناس هادو مقبطين ظلم اصلا عندهم حتى شي دليل اللي هو قاطع على هاد الناس هادو باش ما تقدرش تسالمين حنا مشينا اصلا شفنا كل شيء حنا مشينا دخلنا حنا الفيسبوك شفنا اصلا طنجه هو تفتخروا بها الجماهير ديال طنجه كتفتخر بهذا الشيء اللي حاف فيسبوك الشغب اللي داير ما قبط حتى شي طنجاوي واحد فين هما الكاميرات ديال الملاعب راه مقبطين داك الشغب اللي نايض فين هما طنجه اللي نوضوا هادشي ملي كنمشيو حنا نهضروا على حقنا تما حتى واحد ما عطانا شي وقت كلشي تيسبنا و تيشتمنا و تي شت من السب و القد بزاف د الحوايج تعرضنا لهم حنا حنا في وسط المحكمة كيشدونا و زوطونا واش كاين شي حق في وسط المحكمة كيشدونا صور في المحكمة دايرين كرياج برات الباريارات باش ما نشوفوش حتى ولا بلا نشوفوه طرقم عليهم باش انهم يصادقوا على داك الشيء اللي التهم اللي تركبات ليهم بالضرب وبزاف ديال الحوايج واش كاين هاد الشيء كاين كاين بحال انهم ما صافوا بها الدراري الراس قالوا لنا دايرين ولادنا قالوا لنا ضربوهم ضربوهم من تحت في الكوميساريه وضربوهم من تحت قبل ما يقدموهم وضربوهم في وسط فاش داو من السجن المحلي ديال طنجه ضربوهم باش يعترفوا ويوقعوا دري ما زين صغار تيتعرضوا لحتى انواع التعذيب علاش باش يركبوا لهم كل شيء اللي دار اللي داروا ولاد بلادهم يركبوهم للدري ديالهم اصلا هاد الفوطه هادي مدروسه ومطروسه انا ميل في مطروس اللهم ان هذا منكر داخل الملعب ما كانش شي امن اللي غادي يامن داك الجمهور المكناسي او الجمهور الطنجاوي فاش وقعت الواقعه ناض هاد الشيء كامل تطرز وتضاص باش يتهموا هاد الناس هادو باش يعني الدلائل باش يوصلوا للنقطه هما هاد الناس هادو باش يعتقلوا هذا هو الاساس ديال هاد الناس فين هما الكاميرات ديال الملاعب فين هما الامن اللي كاين واش تصور 45 الف تقريبا ديال الجمهور معتقلين منهم 11 واحد هادو هما اللي داروا الشغب الناس مازالين صغار براش انا راه نقدر على راسهم يقولوا لهم مش غدوكم المركب يزيدوا الولد تيخرج من حدا دارهم تيخاف طيب غادي يمشي معنا لطنجة ويدير الشغب راه من المستحيل هاد الناس هادو دمصوا الخطه شافوا غادي ينوض عليهم مشكل يكبر قالوا ندمصوا هاد الخطه هادي داروا خطه دمصوها طرزوها ريكلوها مزيان باش يعتقلوا هاد الناس الناس مشاو يشوفوا ولادهم يشوفوا واش يعطيو حقوق الناس يعطيو حقوق الناس كما ما كان يعطيو حقوق الناس راه حنا في بلادنا راه حنا ماشي في بلاد فيهم حاجه ولا كل شيء هذا راه حنا في بلادنا يعطيو الحقوق الناس كلهم مسلمين يديروا ولاد الصغار ميلوهم ميلوهمش ما ياكلوش العصا ما يعليوهمش واحد مسكين تا كتاكلو شي بالحنا راه حرام هادشي والله العظيم غريب في الامر واحد العائله يعطينا الشتاء الله يلا الحمد لله الغريب في الامر واحد العائله غادي يطلعوا على ولادهم تما وقعت لهم حادثه راهم بحال خطا ما عندناش عليهم شي معلومات كاع واحد من الدراري اللي مخبوطين الوالدين ديالو الاب والام والاخ
غادي نشوفوه سخدروا حديثه مازال ما عارفينش عليهم حتى شي حاجه. كنمشيو للدار باش ندقوا عليهم باش نعرفوا شي حاجه باش يجيو ما كنلقاو حتى شي واحد كاع ما كاينش. قالوا لنا داروا حديثه شي فكومه كل واحد خاص. كنتمنوا من السلطه تدخل في هذا الشيء في اقرب وقت حيت هادو ولادنا وغادي يدعوا قدامنا فهمتي. بنادينا بارين ما كاينش عليهم عندهم شي دليل عطاوهم لنا حنا ولاد القانون كنعرفوا القانون عطاونا شي حاجه اللي كاينه ونشوفوا فيها. الدراري ضحيه ضحيه المجتمع جماهير كامله 5000 الجماهير كانت وزايد كامله وكانت كتفرج كلشي جاب حالو 12 واحد اللي هي اللي خربات هي اللي هرست هي اللي وقعات ما كاين حتى شي حاجه من هادشي هذا. وكنتمنوا من المسؤولين اقرب وقت اقرب وقت اقرب وقت يجيبوا لنا حل وتاريخ الجلسه 9/4 بغينا حاله طارئه ما عرفناش اي واحد كيجي يهضر كيطلب له التعبير باش يعبر ولا يقول شي حاجه. هذا هو الواقع ديالنا وكنتمنوا منكم انتم الشكر كنشكروا اي واحد جا ساندنا وقف معنا وقف الجنب ديالنا وكيشجع هذا الخوت. انا الوليده انا الوليده توفاك للبوليس توفاك للبوليس في دمارده في دمارده. واليوم جينا للكلو واليوم جينا للكلو قصراحه ربي العالي شوف ملحنو ربي العالي شوف ملحنو بابو يرجعو بابو يرجعو خونا غير جان خونا غير جان والله مطلوب والله مطلوب داك المسجد داك المسجد يصبح مغبار يصبح مغبار حريات 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 صبايا الكنسية حريات حريات صبايا الكنسية حريات حريات صبايا الكنسية دايرين والو مازالين براف صغار وما كاينش شي دلائل. هادو اصلا كنعرفوهم حنايا ما يديروش الشباب الشواهد المدرسيه ديالهم السلوك ديالهم اي حاجه الا لقيتو عندهم يعني شي حاجه بسيطه بحال حسن السلوك راه حكم تعتبر مشاغبين ما تديروش شي حاجه محبين حتى شي حاجه مشجعين محبين للنادي الكناسي تيموتوا على الفريق ديالهم. هذا هو علاش رغم ذلك يعني من هادشي كامل هما تلاميذ تيقراو. انا رئيس المنطقه شنو قال لي هني بواحد الهضره قال لي صعيبه قال لي انه كنلقى شي مكناسي تيهز راسو غير هنا في الشارع في طنجه بلا كره ما حتى شي حاجه قال لي انا قطعت من راس ديالي هذا اللفظ بهذا اللفظ هذا هذا اللفظ قال بحال حنا يعني ماشي مسلمين او حنا ماشي ولا هذيك يعني البلاد عندها شي رايه وحده اخرى من غير رايه محمد السادس. حنا كامل هادشي كامل كنحترمو والعز لسيدنا وعطانا عطينا الحريه وعطي اي واحد يعبر ويقول اي حاجه اللي في نفسه. حريات الانسان كاينه حريات الحقوق اي انسان يتكلم ويقول اي حاجه هادشي ما نقولوش. وقال شي رساله اخيره انكم تقدموها الراي العام حتى هو باش يفهم شنو واقع رساله لكاع المكناسيين اللي تيغيروا على هذه المدينه والراي العام باش يفهم حتى المشكل كيفاش داير باش ما تبقاش يلفقوا لنا هذاك الشيء اللي هما تيقولوا في الجورنال وفي بعض القنوات. ممكن تعطيونا رساله اخيره؟ كنتمنى من هذه البلاد هذه هذه المدينه هذه ديالنا اي واحد عنده غيره عليها وكيحب مدينه مكناس كيحبها بعروقه وبدمه يوقف مع الدراري حيت راهم ضحيه. واي انسان عنده شي وسيله كيدير يعبر على هذه المدينه يعبر عليها بطريقته الخاصه وخلاصه الخير. شكرا. Oh!
نهار الاربعاء عندهم الجلسه الاخيره، تنطالبوا من الناس الكبار ديال هذه المدينه يدخلوا اسرع ما يمكن. تنقول للراي العام راه الوليدات ديال مكناس راه ما داروا والو في طنجه، شهادة الجامع بشهادة الناس اللي في طنجة، اللي في طنجة راسهم تيشهدوا بها، بلا الناس النادي الجماهير ديال النادي المكناسي ما دارت والو. يقول لك طنجاوة اللي نوضوها. طنجاوة تعداو عليهم ضربوهم، عندنا الدلائل عندنا الفيديوهات عندنا التصاور عندنا كل شيء. باش نقدمهم للجميع للرأي العام، المحكمة اللي عندهم الابتدائية ديالهم، عندنا الدلائل الكاملة، مكانسة ما داروا والو. تنطلبوا من المسؤولين الكبار ديال هذه المدينة هذه تدخلوا، تنطلبوا من سيدنا حتى هو يتدخل ينقذ ديك الوليدات، راه غير مستقبلهم غيضيع. كان عا ضايع انا ولدي كيقراو ضاعوها، ما لا قرايه لا هذه لا هذه.